السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في قناة أمينة المعروفية. اليوم إن شاء الله غندير معكم واحد الشلاضة خفيفة وزوينة في الحقيقة، ودغيا كتحضر، ما فيهاش مكونات بزاف. هاد الشلاضة المكون ديالها الرئيسي هو العدس. كلنا كنعرفوا العدس مزيان بزاف، يعني خاصنا ناكل واحد المرة في الأسبوع، ودابا حيت كاين الصيف ما كيتكلش بزاف، علاش لما نديرو شلاضة؟ يعني شلاضة مع اي حاجة درتو معاه كيجي زوين. عندي هنا العدس من بعد ما فزكتو تقريبا، حتى فزك مزيان، حسيت بيه تقريبا فزكتو واحد الساعة ونص تقريبا هكاك، قلبتو لقيتو ولا فازك، صافي صفيتو ودرتو تسلق حتى طاب ولا طيب. شتي كيفاش طاب مزيان؟ ملي كيتفزك وعاد كيطيب كيبقى محافظ على يعني صين، ما كيتحلش، كيبقى بحال هكا. سلقت معاه واحد شويه الملحه، عندي واحد الطريفات ديال الصدر ديال الدجاج، ثم من بعد ما سلقتهم شويه الملحه، عندي هنا شويه المعدنوس وواحد البصيله وحامضه، عندي جوج حبات ديال المطيشه، وعندي واحد الوريقات ديال الخس، وعندي الثومه صبيع ديال الثومه واحد عصرته مزيان. صافي هادو هما المكونات اللي غندير فهاد الشلاضه، طبيعة الحال زيت العود وشويه البزار والملحه. دابا ان شاء الله غادي ندوز باش نقطع هذا الشيء. اول حاجه غندير، غادي نصايب لاصوص ديال هاد الشريده، هو الاول غادي نبدا فيه. ناخذ المعدنوس لان نقيته من قبل وغسلته مزيان، مزيان هاد الشلاضة في الحقيقة غنية بهاد المكون ديال العدس، كيجي زوين وفي نفس الوقت كتجي بنينة. أنا كنديرها قلت علاش منشاركهاش مع المشاهدين ديالي، يعني كاين اللي متياكلش العدس، الوليدات بعد كيلو عاد الوليدات متياكلش العدس، يقدرو ياكل شلاضة يدخل فيها العدس. نقطع هاد المعدنوس مزيان، ماشي ضروري يبقى بزاف، خير يبقى غلط شوية مش مشكل. صافي غادي نحيدو ونحطو فوق العدس مباشرة. دابا غادي نصايب لاصوص، غندير شويه الملحه على حساب كيف سلقت العدس، سلقت معاه شويه الملحه، غادي ندير شويه زيت العود مع داك الرز تاع الثومه، وغادي ندير شويه البزار، البزار على حساب، وغادي ناخذ هذه الحامضه نسكي عليها شويه باش كتحلل من الداخل، كيكون فيها الماء دغيا، ملي كتقسمها دغيا كيتحيد منها الماء. بسم الله، كتجي هاد الشلاضة كتجي زوينة مع الحامض، مع ديك البصيلة، مع العدس، مع الدنوس، كتجي غزالة تبارك الله. كنتمناكم تجربوها. سبحان الله، كاين شي حامض ما كيكونش فيه العظم، شي حامض تيكون فيه العظم كثير، دي ما فيهاش العظم كاع. صافي نخلطو مزيان وغادي نخليه على جنب حتى نقطع مطيشة بصيلة. بحال هكا، ولكن الاخوات اللي بغات تديرها، كل واحد كيعرف كيفاش كيشقى في كوزينته، كل واحد كيعرف كيفاش كيدير. انا فكره ديالي صافي، انا كنخليها حتى الاخر تقطعها، اللي بغى يطحنها اللي بغى.
العدس، غادي نقطع دوك الطرفات ديال الدجاج، حتى هما نديرهم فوق البصيلة، غنجيب حبة ديال المطيشة، أنا غادي نحيد لي معرق القلب هذا. نحاول نعصرهم شوية الماء، دابا نقطع هاديك هاديك المطيشة، صافي ها المطيشة قطعتها، تا هي نحطها فوق طرفة تاع الدجاج، خاصنا نقطع رقيق بزاف، يعني مغديش يكون غلات شوية، غنقطع رقيق الشكل ديال الربيع تقريبا، نكتفي بهذا البركة شوية، صافي دابا أنا قطعت كلشي هاد هاد المكونات اللي درتها مع بعضياتها، بصيلة مطيشة الطرفة تاع الدجاج، البصيلة شوية الخس، دابا بقى لاصوص، هذا لاصوص غادي ما غاديش نديرو دابا، غنخليه حتى البلاتي شويه حتى نتلاقاكم من بعد. هاد الشلاضه غادي نرفق معها واحد الطبق خفيف، نتمنى تبقاو معايا باش تشوفوه. هاد الطبق اللي قلت لكم خفيف، عندي هنايا درت المقله تسخن، درت فيها شويه زيت العود، عندي هنا بصيله وفليفله حمراء وصفراء، غادي نديرهم خلصيه، نزيد عليه واحد شوية ديال الغاز، وغنزيد عليهم المليحة، صبوق، غادي نخليهم يتسخر مزيان، نخليها تسخر حتى تهبط. عندي هنا مقيلة أخرى، عندي هنا واحد شويه ديال الصدر ديال الدجاج، درت ليه شويه البزار وشويه الملحه، واحد المعلقه صغيره ديال الخل، ودرت واحد شويه ديال اللبن، يعني اللبن اللبن طبيعي، ثم غنديرو بس السكر مزيان، صافي غنخلي كلشي يتسخر ان شاء الله حتى يطيب، ومن بعد غادي نتلاقاو. صافي دابا غادي ندير لاصوص على ديك الشلاطه، نخلط عاود مزيان، هاد لاصوص كتجي زوينه في الحقيقه، اللي كتكون فيها الثومه كتجي زوينه، غادي نجيب واحد معلقه باش نخلط، بسم الله، غادي العدس صيف زوينه بزاف صراحه زوينه، كنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبار، حيت العدس اصلا هو بنين، وملي كدير معاه هذوك بصيله ومطيشه هذه اختياريا ديالي انا، ولكن اللي بغى يدير اي حاجه بغيتي ديريها معاه غديرها معاه غتكون زوينه. المهم زيت العود ضروري، والثومه داك شويه الثومه ضروري كتكون مع العدس، كتعطي واحد البنه زوينه بزاف. هنا كنخلط دابا، دابا غادي نغسل اللي غادي نقدمها فيه، بسم الله، كتجي كثيرة، كل واحد كيدير اللي بغا، أنا درت كمية كثيرة حيت خصني ندير كمية كثيرة، داكشي علاش. شلاضة في الحقيقة شلاضة رائعة، وخا نهضر سنعيا ما غاديش نقول لكم كيفاش كتجي،
صافي انا سليتها من درت فيها لاصوص وخلطتها. عندي هنا واحد شيبس انا كنت صايبتها في الدار من بعد ان شاء الله غادي ندير معها ندير لكم فيديو عليها. هاد الشيبس انا صايبتها في الدار بطاطا وشي مكونات درتها. المهم قرمشه يعني قرمشه زوينه في الحقيقه كتجي بنينه. انا غنديرها مع هاد العديسه. بسم الله قرمشة كتجي واعرة. صافي دابا ان شاء الله غادي ندوز الطبق اللي كتليكم رافخ مع هاد الشوادة. هو اللي صورتكم في الاول عندي فلافل اللي حمرتهم شوية بصيلة شوية زيت العود وشوية بزار وشوية ملحة. صافي ما كاينش كثر من هاد الشيء. هادي هي بصيلة فليفل كل واحد كيفاش كيقول لهم. هاد الصدر ديال الدجاج اللي درت فيه اللبن غتبقاو تسائلوا علاش درت اللبن. اللبن ملي درتو كيطلق واحد الماء من ملي كيبدا يسخن كيطلق الماء معروف هادي. وداك الكوتا اللي كيتكتلوا في اللبن هما اللي كيعطيو هاد الحبيبات لاصقين في الصدر اللحيمه ياك. وفي نفس الوقت كيجي فيهم المذاق ديال الفرماج كيجيو زوينين بزاف. هذه هي الفكره اللي عندي انا اللي بغيت نشاركها معكم. صافي غنحطو حنايا بحال هكا طبق خفيف وزوين صيفي مرافق مع هاد السلطه ديال العدس. غندير عليه واحد الشيء ديال المعيوس قطع صافي. هادو هما الاطباق اللي صايبت يعني العدس وهاد الطبق الخفيف ديال الدجاج مع الفلافل هما هادو. كنقدمهم لكم بالصحه والراحه. واذا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء والاحباب وفعلوا الجرس. والى فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.